السلام عليكم ورحمة الله. درسنا لهذا اليوم هو سلسلة 1000 جملة كل يوم. سنبدأ إن شاء الله سلسلة جديدة في تعلم اللغة التركية، وهي عبارة عن جمل تركية ومقولات منوعة إن شاء الله يمكنكم الاستفادة منها، وستكون أيضا مترجمة للغة العربية. جمل منوعة ومقولات عامية. Oldu gibi söyle. Olduğu gibi söyle. قل كما هو حدث. Olduğu gibi söyle. أي قل الحدث كما هو. Olduğu gibi söyle. سنعطيكم بعد كل جملة القليل من الثواني من أجل أن تعيدوا ما نقرأه. Olduğu gibi söyle. En son kaç olur? En son kaç olur السعر من الآخر؟ طبعا تستخدم هذه الجملة في أغلب الأوقات في الأسواق. En son kaç olur السعر من الآخر؟ أيضا En son ne kadar olur؟ وبنفس المعنى أي كم من الآخر؟ En son ne kadar olur؟ En son ne kadar olur? كم من الآخر؟ الله كورسون. الله كورسون. لا سمح الله. الله كورسون. Saçma sapan konuşma. Saçma sapan konuşma. لا تتكلم بسخافة. طبعا تستخدم هذه الجملة عندما يكون هناك شخص يتكلم بأشياء سخيفة. Saçma sapan konuşma. Abur cubur. Abur cubur. Abur cubur تعني أكلات منوعة، وهي عبارة عن بطاطس أو بسكويت أو أي شيء من الأكلات. Abur cubur. Örnek مثال. Abur cubur yedikçe kilo alıyorum. Abur cubur yedikçe kilo alıyorum. عندما آكل أكلات متنوعة بشكل غير منتظم أو بشكل مفرط أسمن. Abur cubur yedikçe kilo alıyorum. Kilo almak. Kilo almak يعني زيادة الوزن. Kilo almak. زيادة الوزن. Allah yazdıysa bölsün. Allah yazdıysa bölsün. La kadder Allah. طبعا ترجمتها حرفيا إذا كتبه الله فليمنع، أي تعني لا قدر الله. Allah yazdıysa bölsün. Allah aşkına. Allah aşkına. الله يسامحك بالعامية. الله أشكنا وتعني أيضا حبا في الله. الله أشكنا. أبارتما. أبارتما. أبارتما لا تبالغ. يزن بام بياز أولدو. يزن بام بياز أولدو. وجهك أصبح شاحبا. طبعا هنا ترجمتها حرفيا أن وجهك أصبح أبيض جدا، طبعا تعني بالعامية وجهك أصبح شاحبا. يزن بن بياز أولدو. أدوم باتلطم. أدوم باتلطم وتعني أخفتني جدا. أدوم باتلطم. أدوم توبتو. أدوم توبتو أخفتني كثيرا. كفام اتني يدي. كفام اتني يدي وتعني أنه ظل يصر علي بالأمر. ترجمته حرفيا أكل لحم رأسي، أي بمعنى ظل يصر علي كثيرا. كفام اتني يدي. كفام اتني يدي. درسنا باشنزا. درسنا باشنزا عقبالكم.
Darısını başımıza. Tamam, dediğin gibi olsun. Tamam, dediğin gibi olsun. Liyakon kema kult ent. Tamam, dediğin gibi olsun. Evde incin top oynuyor. Evde incin top oynuyor. الجن تلعب كرة القدم في المنزل. طبعا ترجمتها بشكل حرفي وتعني بشكل عام أنه عندما لا يوجد في البيت أصوات فنستخدم مقولة افدا انجين توب اونور أي من كثرة الهدوء. بالمامنة بالمامنة وتعني بالعامية أشو بيعرفني بالمامنة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع لايك على هذا الفيديو ليصلكم كل جديد إن شاء الله ومتابعتنا على انستغرام باسم قناتنا تعلم على المشي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.